انا راجل بخاف من ربنا، مش بتاع حاجات من دي. بقى يا استاذ غانم، ربنا قال ان يبقى عندي بيت طويل زي ده ويجيب لي 20 جنيه في الشهر. ما برضه الناس اللي ساكنين فيه غلابه بس. ما انت كمان غلبان وصاحب عيال. خليك في حالك احسن. امسك ادي جزء تحت الحساب والباقي لما تخلص. ما تمسك يا استاذ غانم.